وبشد لفوق في الايدتين طبعا، وبشوف قديش بتحمل 10 ثواني 15 ثانية قبل ما ايد واحدة تنزل، او قبل ما ايد واحدة من التعب يصير الاهتزازات. بعدين بقول له ارتاح في الراحة، طبعا بحس انه في ايد من الايدين صارت ترتعش اكثر. في حالة النرفزة كمان، في حالة التعصيب، في حالة انه نعصب المريض شوية او يكون مرتبك، في هاي الحالة بنلاحظ انه الاعراض كمان زادت، لانه هاي شغلات عصبية مع اي تعصيب بصير فيها، بتصير تظهر. حتى لو واحد صحي ومية في المية وعصب، بنلاحظ الاهتزازات هاد في ايديه، ونبرة الصوت بتكون مختلفة، لأننا بنحكي عن مشاكل عصبية في الدماغ. يعني ممكن تصيب الأعصاب القحفية اللي تناشى العصب، بغذوا الوجه، عضلات الوجه، عضلات الأكل، عضلات عصب الشم، عصب السمع، هذه أعصاب العينين، مشاكل في العينين، ضعف نظر، مشاكل في الكلام، وكيف الكلام بخرج. هاي بنلاحظ انه في عندنا صار تغيرات، لانه هاي كمان اعصاب، وهاي بتتاثر في المرضات. الاعصاب الداخليه، الاعراض الداخليه اللي هي مشاكل في المعده، قولون عصبي، مشاكل في الهضم، غازات، لانه الصلابه هذه اللي بتكون موجوده في العضلات زي العضلات الخارجيه بتكون موجوده في العضلات الداخليه. بعدين الصلابه القصد منها الريجيديتي، يعني لما شوي شوي أثني إيدي في هاي الحالة ما بشعر في شيء، بس لما أسرع الانحناءات هذه أصير أعمل هيك على اليمين، أقبض وأنبسط للإيدين بالطريقة هاي وأصير أسرع، في هاي الحالة بصير أحس إنه العضلات من الجهة المقابلة بدل ما تكون مرتخية شادة، لأنه هاي شغلة عصبية. يعني في الوضع الطبيعي ما في إشي في العضلات، المشكلة مش في العضلات ولا في المفاصل، المشكلة عصبية. فبنلاحظ إنه في إيد قاعدة بتتحرك بصلابة. يعني الموضوع سهل إنه نكتشفه من الأعراض، مع أخذ بعين الاعتبار الصور والأشعة والإمراي هذه كلها بتأكد التشخيص. ماشي، أنا شاكك إنه في عندي المرض هذا، وشاكك إنه عندي باركنسون اللي هو ثاني أكبر مرض بعد الديمنشيا. الديمنشيا لسه اللي هي الخرف أو النسيان، إن ننسى أي شيء، الذاكرة تختفي عنا، هذا لسه الباركنسونز أرحم من الديمنشيا. وهو الباركنسونز بيجي بعد الديمنشيا من ناحية كثرة إنه الحصول، فهاي